بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نشوف مع بعض ازاي نرسم النيرفس كيرف. هو النيرفس كيرف بيحتاج لبعض النقط، هو بيرسم كيرف بينهم او منحنى بينهم بشكل فيه سموث شويه. تمام، هروح هنا لجيومتري واقول له ارسم لي نيرفس كيرف. هل عندي ان انا ممكن ارسم عن طريق كنترول بوينت؟ طيب، هو دلوقتي عندي الانبوت واحده بس بينما هم نقط كتيره، فندخل في مشكله بقى المفرد والجمع وجمع امرأة امرأات والحاجات ديت. لا، هتلاقي الموضوع فيه لخبطة شوية. فلما بلاقي حاجة عايز تاخد معطيات كتيرة في نقطة واحدة، يبقى انا كده هستخدم list create. list create، تمام. طيب، هم عندي كام نقطة؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى انا هقول له اعمل لي 6 نقط. تمام، هو بدأ من الصفر، اقول له دي اول نقطة ودي تاني نقطة ودي النقطة اللي بعديها. نوع بقى ننقص شوية كده. انا حطيت كل النقط متصلين مع بعض بليست، فهقول له خد النقط دي، فعمل لي ايه؟ رسم لي كيرف زي ما انت شايف. طيب، انا دلوقتي الكيرف ده عايز اتحكم في درجة السموث بتاعته او درجة النعومة بتاعته، فهستخدم باي كنترول بوينت بوينت اند ديجري، هديله درجة الانحناء بتاعتي. فهقول له هنا انا عايز نمبر سلايدر بحيث ابدا اتحكم فيها. طيب، هو هنا مديني من 0 لـ1، لا انا عايزها من 1 لـ7. الستيب بتاعتي 1، يعني هيديني 1 2 3 4 5 6 7، دي الديجري المناسبة للكيرف دوت. فاقول له ليست ليست. هو الطبيعي بتاعه ان هما 3، ده الديفولت، يعني لو انت شغال هنا تبقى انت شغال ب3. خلينا نلغي دوت عن طريق ان انا اشيل الوصلة ديت، ده كده 1 بس. هقول له زود لي 2، هتلاقي بدأ فيه شوية انحناءة، 3 انحناءة اكتر، وهكذا تبدأ الانحناءة تزيد.